فيسن سلم باطو ميك ماكي باغي نشوف مون فيس تا هو لي ديك بغاو يعرفو فين ساكن تحيت شنو كندير كنصرف وصل عديس ساكن قلبي شاف هو تا وفايون باكي ريكو على ودك ما سترجع كومبا. السلام عليكم، صباح الخير، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اصبحنا واصبح الملك لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحابه اجمعين. نهار جديد، فيديو جديد، بديت معكم. انا خارجه غدا اليوم الاجتماع ديال بنتي، انا اللي طلبته ماشي هما عيطوا لي ولا شي حاجه، انا اللي بغيت نعرف كيفاش غاده في القرايه ديالها، كيفاش يعني كيفاش كتعامل في القسم، المعامله ديالها. المهم ضروري الانسان خصو مره يعني ولو اقل كل دوره عليها مره يسقسي الانسان على وليداتو ويمشي يشوف شنو كاينه. ودابا اليوم عطاو لي مع 11 ونص، كوم الاب ديالها ما غاديش يقدر يحضر خدام، وانا اللي في الدار غادي نطلع انا ان شاء الله ومرافقاني بنتي. باش الا ما فهمتش في حاله ما فهمتش شي حاجه هي غادي تشرحها لي، ولكن انا الحمد لله كنفهم كل شيء. غير دابا على حسب القسم اللي عندها هي كاين حاجات اللي ما نفهمهمش. ديت معايا بنتي، كان غادي يمشي معايا اليوم ولدي، ولدي عنده شي شغل عنده شي اجتماع ما غاديش يقدر يمشي معايا. اديت معايا السيده منار وغادي نمشيو، واللي درناه ان شاء الله غادي نشاركوه معكم وان شاء الله لنا عوده. الخريف ماشي جي راس كلهم دابا رجعوا في الكولور ديال القرعه الحمراء ديال اسبانيا. شحال كولور هذا؟ كولور الخارج، ما هو صفار ما هو، ولكن واحد الجو اليوم الصباح واعر واعر كيعطيك الكانه تنوضي تخملي. الاول حاجه تمشي تمشى، اليوم انا ما تمشيتش ضيعت هذا النهار هذا، كنت عندي واحد شويه ديال سوبيده السكر البارح كانت عندي وما كنتش عايقه بها، واليوم جا ولدي الله يرضى عليك شي جاب لي هذوك التريتاس والليبرا باش نحلل في الدار. كنصيب عندي السكر طالع واحد طلعه لا اله الا الله محمد رسول الله، وما بغيتش نخرج خلص مع فندق ولا شي حاجه تيكون معايا شي واحد، ولكن نوت عملت الشغل ديالي كامل ناقص غير الغديوه. غادي ندخل ان شاء الله اليوم غادي نسجلها معاكم، نسجل معاكم واحد الغديوه خفيفه ظريفه، ويمكن يمكن لا عطاني الوقت ان شاء الله غادي ندير معاكم شي تحليه، ما عطاش الوقت غادي نصور تحليه بوحده النهار واحد اخر ان شاء الله بحول الله. وملي نوصل للمدرسه انا غادي نسجلكم شنو غادي يوقع ان شاء الله. يلا اخبركم، انا كنمشي للمدرسه اساسي كيقولوا لي بناتكم مزيانين وكيقراو، ملي كنجي للدار كنقول لهم عمر ما قراو، دائما كيحلل لي وجهي دائما يقول لكم ويفعل لكم. الله غير ايوا الدنيا هي هذه، الله يعاون الجميع على مصلحه وليدات الجميع. هذا الشيء اللي كاينه نتعامل مع وليدات الروح بالريف وشويه يزير، ولكن ماشي بزاف، قوم ربي من عند الله سبحانه وتعالى. حنا كنديروا واحد الواجب والله dentro de poco para la tragedia. نوصلوا
Hemos llegado al instituto. Preparados, que se va a liar. ¿Sí, no, mamá? رجعت لكم حبيباتي من مشينا لديك الاجتماع حضرنا له ورجعنا دوس عاود تسخن جبت الصخيره ودابا غادي نشارك معكم واحد الغديوه اللي غتكون خفيفه ظريفه. والصخيره اللي جبت اليوم هي هذه، ماشي شي حاجه اللي هما ناقصين في الدار وصافي. جبت هادو دي وخا كتسخر من السوبر ماركت وكتولي تجيبي من هنايا. هادو جوج ديال القهوه وهادي يوغورت ناتورال. جيب شوية ديال الشروطو سيكوس، هاد الكيسو تا هو مزيان، البيض، جيب جوج باكيتيس، وجبت كيسو د الموتزاريلا، هاد الشوكولاط هدا حيت أنا ميريندا ديما كنديرها في الدار، ما كيعجبنيش نشري من برا قليل، وجبت هاد الشامبينيونس لي معصب، عندهم فريسكوس. ومن تما عاود دزت الكاكراب وجبت فريبونا، هاشاكم بعدا السكر، جبت هاد الصلصيطات هادو لقيتهم عندهم وحدة ديال الشوكلاط وحدة ديال الكراميل باش نزين بيهم حسن ما كتسال، وجبت خبز عندهم طري مزيون، بعدا سلطان جاوة، جبت هالفيلي ديال ديال اللوز التزيين، هذه الورقه ديال الاجتماع ديال ديال بنتي، جبت هاد ديال الاطون كيدهنوا في الخبز، وهذا ديال الصالون البوكا ديال سليمان الصباح اللي بغاو يمشيو للمدرسه، وجبت هذه ديال الحليب المحلى كتعجبني ندير بها البسبوسه. ومن تما عاودت مشيت عند سيلفيا، يعني لا خطا هناك بحال ساكنه في العروبيه، الا ما كانش الخضار نهار الحد خصها تعاودي للمدينه اللي قريبه او تمشي عندها. جبت هاد كيلو فلور عندها اورو 80 اللي هنا تم. صافي جبت شويه ديال البطاطا شويه ديال التفاح وشويه ديال التين، وهذه هي الصخيره ديال اليوم. غادي نجمع هاد الصخره نركنها ونصور معكم الغديوه ديالنا ان شاء الله. يلا ولينا عوده. الفروتة غادي نديرها دابا هنايا، ومن بعد غادي نغسلها. كتبان كديري كنكرابار كتشوفيني كندير العملية البيض سي Uy, que se te cae. Ay, tí. Está floja, ¿eh?
هادي الطياب وكنزيد الفطور. المشكله بعض المرات كتعكزو تهزو القرعه هادي كتمشيو لي لهادي بالزربيه كل كده. لا ولكن هادي خاصها الزيت ديال الفطور وهادي الزيت ديال الطياب ما تغشوشي. تلا ميمو كومي وال ميرا كي بون اكي اي تلا ميمو صرا كي اون اسبي ما سينتنسا كي العودة واحدة كان خفيفة والاخرى لا الاخرى فقط ثقيلة شوية فهمتي؟ يا هادشي اللي كاين على داكشي وحده ديال الماكله ووحده ديال الطياب هانت يلا. المهم رجعت معكم غادي ندير الغديوه. غندير فليفله معمره بالكفته وشويه د الروز. هذه هي الطريقه ديالي انا. الصلصه اللي عندي ما عنديش شي صلصه سوليس يعني صلصه ديال الدار. وهاد الصلصه هذه كتقدر دار حتى في حسنا كنتو عديرو مكارونيس ولا شي حاجة ولا بيتزا ولا اي حاجة كتجي مزيونة وعادي يعني كتعرفو راسكم شنو كديرو فيها. يعني انا غنحتاج غير جوج ديال مطيشات يكونو كبارين ولا عندكم ديك مطيشة كبيرة انا منها كناكلهاش. المهم واحد خزيوة ولا عملو جوج انا نعملي واحدة باش متجينيش الحلاوة غالبة على هدا. واحد ثلاثة ديال دينتاز ديال التوم فليفله حمراء جوج ديال ورقه سيدنا موسى واحد البصله هيدا متوسطه اولا. المهم راه غادي تطحن هادشي كله غادي ان شاء الله يتطحن. القيطه ديال زيت العود ثمن واحد النقيطه ومليحه يعني شويه ديال الملح واحد بيشكه ديال هاد الابزار فلفل غابره حنا كنقولوا لا ولا الابزار كحال وشويه ديال الزعتر غير شويه الماء وغادي نردوه يغلى ومن بعد غادي ندوزوه في الميكسور. صافي هذه هي الصلصه اللي غادي ندير. هاد الفلفله اللي غادي نعمر غنرش عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت وغادي ندخلها ان شاء الله للفران بين ما وجدت لي الصلصه وبين ما وجدت لي التعميره. غادي نستعمل يدي باش شويه ديال الملحه باش كيجيو اللي كيخلي لهم ديك الشابو الفوقاني ولكن انا ما عندي لهم شي شابو حيت غادي ندير فيهم شويه ديال الجبن غير شويه ديال الملحه باش كتجي وشويه ديال زيت العود وغادي نديرهم في الفران بين ما وجدت لي غير التعميره وصافي. وهاديك الساعه نرجع معكم. قلت لكم حبيباتي التعميره غتكون عندي الروز انا كنقعو في الماء مزيان اي نوعيه عندكم. كل ما نقعتو في الماء كل ما فزقتو في الماء يبقى مده طويله كل ما كتجي الحبه على خطها. المهم التعميره غتكون عندي شامبينيونيس مقطعين فلافل تاهما مقطعين بصله مشلضه مع التومه الملحة والزيت. هنا عندي الابزار والخرق ومسكين جبير شويه الحمراء. هنا عندي شويه ديال الربيع مدقوق كنرقدو. الصلصه ديال المطيشه هي كطيب ملي غادي طيب ان شاء الله غادي نضربها بالميكسور. والماء ديال الروز هو كيغلي انا غادي نبدا نشحر دابا البول والعناصر اللي غادي نعمر بهم ونرجع معكم ان شاء الله. غادي نعمل شويه ديال الزيت انا كنطيب بزيت العود وانتم تقدروا تخلطوا ما بين هذا وهذا ماشي مشكله. غنبدا بالبصله والفلفله نطيحهم شويه والثومه هادو مع بعضياتهم الشامبينيونيز دغيا كطيح ما غاديش ندير لهم الملح بزاف الملح دابا حيت كتطلق شويه الماء. من بعد ما غنشحر هادو غنشحر شامبينيونيز وغنطيح الكفته في وسط منهم بين ما طيب لي صلصه ديال المطيشه انا طحنها وغادي نزيدها ان شاء الله وغادي تشوفوا كتجي اكله لذيذه وكتكون عندو فيها شويه ديال الخضره يعني ولادكم كياكلوا الخضره بلا ما كيحسوا ولا كانوا شي وحدين ما كياكلوش الخضره بحال اللي عندي لا
راه المهم انا ما عنديش الملحه في الاول حتى تهول شويه هاد هاد المهم هادشي ورجع من وراكم ان شاء الله. من بعد ما شويه هبطت الفلافل ديالنا وبصيله والثوم دابا غادي نزيد عليه الشامبينيونز. هي راه دغيا كتوجد يعني هاد المره انا كيكون عندك بحال الروز مسلوق الا كنت انا مش ما بغيت الروز كنشيط وهذا كتجيني سهله في الخدمه ديالها والبيده كتجي كتعجبني انا والله. يلا يتقلى هذا ورجع معكم. المهم هذه هي تقريبا هي تقريبا طابت غنخليها غير تشرب شويه هاد المرقه اللي فيها باش ما تجينيش مديره. غنزيد عليها واحد ثمن واحد الكتيتره هايده ديال المطيشه ديال الحريره غير كما نشد الكتيتره هايده. انا عندي هذه شويه كونخيلاده غادي نديرها معاها وغادي نجهد عليها البوطه باش شويه تنقص من ديك المرقه ونطحنها وبها غادي نرافق الماكله ديالي. الروز ديالنا ها هو كيتسلق في الماء والملح بحال كتسلقي اي حاجه. الصلصه ديالنا ها هي بقات كتجمع راسها وهذا هاد الحشوه هادي ها هي تقريبا شتي ما كيطلق الماء لا شامبينيونيس لا حتى شي حاجه. دابا غادي نطيح الكفته وسط منه وتا غادي ندير نفلفل وسط منو عاد ديك الساعه نزيد الملحه باش ما كتطلقش نهائيا ما كيطلقش نهائيا الماء لا شامبينيونيس ولا الكفته ولا حتى حاجه. الملحه خليوها هي اللي تسيبوها مع التوابل. غادي نشحرها ونرجع لكم باش ما نطولش معكم الفيديو بزاف. الكفته ديالنا هي تشحرت بلا ما بلا حتى شي حاجه. دابا عاد ان شاء الله غادي نزيد لها التوابل ديالها كاملين ونزيد لها المليحه ونشحرها بالمطابق اللي بالمطابق الصلصه ديالنا غير شويه بالملحه لان ما شرملها. غادي نطيبها بالملحه والرز بالملحه يعني حتى تكون شويه الريحه ديالها طالعه ما نقولكش. صافي غادي نشحرها ودابا غادي نكسر هاد نطحن هاد الصلصه اللي غادي نرافقها معاها. نحيد هاد الورق ديال سيدنا موسى اللي بجويجات. هاد الصلصه تقدروا تعملوها البيتزا تعملوها لاي المكرونات كتجي صحيه الصلصه ديالنا هي واجده. اللي بغى يصفيها يصفيها واللي بغى يخليها يخليها. انا ما غاديش نصفيها كيعجبني تبقى هيدا انا ما كنطحنهاش بزاف. المهم غادي نردها في العافيه تزيد تشرب شويه ونرجع معكم ان شاء الله. الفلفله هي الفلفله هي اللي خرجناها من الفران هي بحال هكا كتجي تقريبا طايبه لان لا درتي فيها التغميره بلا ما طيبيها كتجي شويه دابا عندها شويه من الصلصه اللي عملت. غادي نديرها هنايا غير شويه د الصلصه غادي نديرها هنايا شويه باش تدخل فيها باش ما تجيش. وشويه غادي نزلو هنايا يصالي من تشوي مو دابا غادي نضيف عليه الروز ديالنا اللي سلقتو هاني وخا ما كيكونش نوعيه جيده ملي كتزبدو في الماء
انا ما نكثرش بزاف الرز لان خصني يجيني شويه بين الفته وبين الخضره اللي درناها. نشعرها ليش الروز غلب على هذا، ولكن كل واحد على حسب اللي عايز. صافي الحشوه ديالنا هي واجده، غادي نوليو نعمروها هنا. المهم غادي نعمرو الفلفلات ديالنا بهذه الطريقه، تقريبا ما واجدين غادي يجي هذا المي. انا كنت تعجبني نخشيها في الفران عاد كان عاملة ديالغو مخي كومونيكاتي هات Ahora, ahora se ha vuelto muda, ¿sabes? Ya no va a explicar. Ay, es que el arroz con el sabor, con el aroma, ¿sabes? Antes cuando he cortado el video, mi madre estaba diciendo, ay, es que el arroz, el sabor, el aroma, es que huele desde toda la casa. Y ahora, está calladita, ya no dice nada. ¿Qué te pasa, Alec? ما كبرتيش pero سحبتي حاضري كومونيكاتي ديالي a tus seguidores cómo estáis os gusta كي كنتمنى يكونوا مزيانين. وثانيا واحد الحاجه كنرحب بالناس اللي دخلوا معايا جدادين، وما كاين بعض الناس اللي قالوا لي العائله ديالي ما كيعرفوش العربيه ومعايا وما نعرفش كيفاش نقول لهم بالعربيه باللغه ديالهم كيفاش هما دايرين، ولكن غادي نقول لك واحد لواحد يقول لهم كيفاش كيقولوا بالانجليزيه هاو يو هاو ار يو. ايوا صحبتي واش غادي نديرو يسس طولو. وهذا هو الروز ديالنا معمر، وهذا اللي شاط نقدروا نديروه كويورات ونحطوه من هنايا مع الجناب وصافي. غادي نخلي ندير الجبال ما فين هو الجبال. ديما كتبدلوا لي الحاجه كلها. انا دائما صاحبتي هنا اللي كيخليهم على الكبوريه ديال الفلفله، ولكن انا جربتها كتجي شويه كتبقى شويه واقفه. انا كتعجبني الفلفله تكون طايحه، كيعجبو يخليهم بديك الطريقة. المهم غادي نزيد لهم شوية الجبن وغادي نديرهم في الفران غير شوية يشدو راسهم، العافية تكون من تحت ومن الفوق والصلاة على النبي. كل كلشي طايب صافي، غادي ندخلوا الفران ونرجع معكم. هذا هو الفليفله ديالنا اللي معمره، هي واجده كنديروا في الفران حتى كتوقف صافي المريقه كتنشف ديالها، كتجي واعره والله العظيم الا جربوها. وكنتمنى تعجبكم وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وما ناقصكم خير، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.